الخامس من أركان الإيمان. وكينتو بيلار دينتو سبيلارز دا في. الإيمان باليوم الآخر، بيوم القيامة. تير في نودية دو جيز فينال وساجا نفيدا بوجا مورت. وهذا يتضمن أن نؤمن بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. E isso está ligado com tudo aquilo que Allah e o seu mensageiro revelaram que vai suceder após a morte. Por exemplo, a saída da alma do corpo. As questões dos dois anjos durante a sepultura. Ou seja, o castigo da sepultura. E a ressurreição após a morte. الجنة النار وباريزو انفيرنو كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. Tudo o que irá acontecer após a morte faz parte de a fé na vida após a morte.